تمتاز محافظة مأرب بامتداد أراضيها الزراعية الخصبة، مما أهلها أن تحتل الصدارة في عدد من المنتجات الزراعية المحلية التي ترفد الأسواق اليمنية بعدد كبير من المحاصيل الزراعية. أشهر ما تجود به هذه المحافظة من الخضروات والفواكه البرتقال، ملك الفاكهة الماربية والأكثر انتشاراً وشهرة بين المزروعات بالمحافظة. هذا الانتشار أضفى جمالاً في التنوع كما هو الجمال في الإنتاج. البرتقال هي رقم واحد وهي ملكة الأشجار في محافظة مأرب. أكثر من 10 أنواع للبرتقال المأربي، وتشكل مزارع البرتقال مصدر دخل لشريحة واسعة من السكان. هنا نقف على ضفاف أكبر مزرعة للبرتقال على مستوى الوطن. تحتل هذه المزرعة ما يزيد عن 3 كيلومتر مربع، وتعرف بمزرعة العاقل. وتتحدث بعض المصادر على أنها أنشئت وفق نظرة اقتصادية لأصحابها تهدف إلى تغطية كافة احتياجات الجمهورية اليمنية من البرتقال، لكن الواقع كان خلاف ذلك، فأهملت ولم يتم استغلالها الاستغلال المناسب والأمثل وفق أهداف الإنشاء. اليوم عادت لها الحياة من جديد عبر مجموعة من المستأجرين الذين تقف العوائق والتحديات لهم بالمرصاد. من هذه المعوقات والمشاكل التي يعاني منها المزارع اليمني بشكل عام، الخضروات والفاكهة الخارجية التي تغرق بها الأسواق اليمنية، بالإضافة إلى اضطرابات الأسواق وكذلك إهمال الجهات المختصة وغياب التشجيع. نعاني من كثير، من عدة مشاكل، وهو التسويق، التسويق العشوائي، العشوائي الذي هو لأن الدولة لم تنظم ثلاجات ولا تنظم السوق. مرة يطلع السلة 10,000، مرة تنزل 500، وهذا هي العشوائية. والحاجة الثانية عدم إعطائنا مرشدين زراعيين من البحوث الزراعية. الدولة فاتحة المناخذ الخارجية والمحصول الوطني موجود، والمواطن اليمني في محافظة مأرب المزارع معتمد على هذه الفاكهة، ولا جاء الموسم حقه فبور لأنه يفتحوا له المنافذ. هذه الظروف العصيبة التي يمر بها المزارع اليمني تدفعه دوما بالتفكير لمغادرة عالم الزراعة والتمرد على البيئة الزراعية التي تمثل كابوسا لا يفارق المزارع اليمني، ويأمل المزارعون أن تحد الدولة من إغراق الأسواق بالمنتجات الزراعية الخارجية ليستقيم عود المزروعات اليمنية. نطالب الجهات المختصة بوقف الاستيراد هذا الخارجي، لحيث أنه يضرب المزارع اليمني ولا يحصل أي مردود. وليد الراجحي لأضواء سهيل، محافظة مأرب.